بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجرين وإمام المجاهدين وآله وصحبه الأطهار الميامين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة. ثم أما بعد، فقد رأيت أن كثيرًا من المعالجين يجهل أو يتجاهل التوكال في علاجه، مما يؤدي إلى الضرر، مما يؤدي إلى الضرر البالغ وعدم جدوى العلاج أحياناً. ولم أرى له ذكراً في المنتديات ولا في النقاشات الدائرة. التوكال أصلها دس مواد معينة للمريض بهدف الإضرار به وربما قتله، وتكون هذه المواد إما سموم حسية أو سحر مأكول، وقد لا يظهر تأثيرها على مدى أعوام طوال إلا بالملاحظة الدقيقة. ويظل التوكال في المعدة لا يهضمه الجسم ولا يمتصه ولا يخرجه أيضا. فالتوكال هو سموم، يعني نجد أن أحد الباحثين وهو طبيب شرعي في دراسة له عن التوكال خلال الفترة الاستعمارية في بلاد المغرب، أنه قسم التوكال إلى ثلاثة أنواع، وهي سموم من أصل حيواني، وسموم من أصل نباتي، والسموم من أصل معدني. ويندرج ضمن النوع الأول بيض الغول، بيض بعض الزواحف، وبيض الحشرات، وأيضا رأس الغراب المحروقة، يعني لا أقول بيض حشرات ولكن الحشرات بعينها ورأس الغراب المحروقة وغيرها. وبالنسبة للصنف الثاني ذو الأصل النباتي، يتضمن أوراق أو ثمار السامة لبعض النباتات، لبعض النباتات البرية كتفاح الجين. بيض الغول الشديد خطورة على صحة الإنسان، وشدق الجمل الشديد تسمم، بحيث يكفي جرام واحد لقتل الإنسان. أما النوع الثالث من أنواع السموم ذات الأصل المعدني، فأشهرها الرهج، وهو حجر مستدير أصفر اللون في حجم حبة الحمص. وتباع هذه العناصر السامة عند العطارين كأي مستحضرات عادية رغم خطورتها الشديدة على صحة الإنسان، وتستعمل أغلبها مذابة في الوجبات المحلية الشهيرة كالكسكس والحريرة. وتخلط هذه المواد السامة مع عناصرها الثقيلة وأيضا بعض المشروبات كالقهوة والحليب. ويمكن أن نضيف إلى تقسيم هذا الدكتور الذي صنف التسمم على ثلاثة أنواع نوع آخر، وهو يعني من جسم الإنسان كالأظافر ودم الحيض الذي يستعمل في وصفات التسمم طريا. ولأن الموت في اعتقاد المغاربة يعدي، فإن كل ما يلمس جسد الإنسان وكل ما يوجد في المقبرة يندرج بالضرورة الموت. ولذلك نجد من بين مواد مستعملة في وصفات التوكال أيضا دماغ الحمار، بول وبراز، تراب مجلوب من سبع مقابر مختلفة، وأضلع الموتى وعظامهم وأظافرهم، وماء غسل الميت وما إلى ذلك. أما النوع الثاني هو ما أشرت إليه، وهو بأنه يؤكل
يعني عن طريق الجن، عن طريق الجن والشياطين، وأن السحر يجدد للإنسان يعني بالمعاوضة، يعني يعاوض يطعمه المزيد من السحر المأكول، وهو ما نسميه بتوكا الجن، بأن يحلم المريض، وأقول المريض بالذات يحضر له الشيطان في صورة أحد أقرباء المريض، أو صورة من يحب معه الطعام الذي يحبه المريض، أو بعض حلوى ويطعمه، فهو يمكنه فعلا وقد يأكل معه أو لا يأكل. وهناك أعراض لهذا التسمم، هو على مستوى العلاقة مع الطعام يشعر المريض بغصة مستمرة بين النحر والمريء والمعدة، وهناك أيضا ضعف الشهية إلى الطعام. أما على المستوى الجسمي، حك الجلد في مواضع مختلفة بما فيها الرأس، حك جزئي أو كلي، وهو حك لا يشفي غليله أبدا، ومغص حاد، يعني مغص حاد في وقت أو يعني في مناسبة أو غير مناسبة، بين يعني في المريء يعني في المعدة والأمعاء، يشعر الإنسان بمغص حاد. نمو طفحات جلدية أو حبوب مستمر، أو نقص الوزن، ثم تبدل سحنة، يعني تبدل سحنة ضحية بوجه مشرق وعيون طافحة بالحياة إلى بداية ذهول يعكس لون الوجه، هذه الحالة في الغالب. على المستوى العقلي، نوبات تشبه الجنون، وهي نوع من الاستنجاد بحيث يتأثر الدماغ بمحتويات المعدة. وهناك أيضا على المستوى النفسي، إحساس بالنقص والاستسلام كنتيجة للشعور بالضعف أو العجز وعدم القدرة، لا على إصدار قرار ولا على تنفيذه، وخاصة في البيت. أيضا على المستوى الاجتماعي، يميل الضحية إلى العزلة كنتيجة طبيعية لما سبق، ثم التهميش والابتعاد شيئا فشيئا عن النشاط الاجتماعي، قد يشعر بالشبع عند الاستيقاظ، حرارة في البطن، تجشر عند الرقية، الشعور أحيانا بالقيء بدون تقيؤ، قد يجد المريض طعم ما أكل ما زال في فمه، إن أكل شيئا دسما أو حامض الشعر بذلك بعد الاستيقاظ. إذا كثر التوكال في المعدة فإنه يبدأ بالصعود نحو الفم، ويبدأ بالخروج على شكل شبيه بالنخامة أو عبارة عن خيوط. وهناك علاج، ولكن العلاج يكون بعشور يعني يعرفها الناس المتخصصين في هذا الميدان، يعني إذا لاحظ الشيطان أنك تحاول العلاج ستجد أنه يطعمك من جديد، ويحاول بشتى الوسائل أن يطعمك التوكال، فلا تلتفت له. ونقول إن الوقاية خير دائما من العلاج، فيستطيع الشيطان إطعامك فقط إن لم تداوم على أذكار النوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.